مساء الخير يا وجوه الخير، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتم في احسن الاحوال. واخيرا واخيرا جيتكم بالفيديو اللي راكم تستناوه، وهو لو رومبليساج دي زونفلوب، الفيديو اللي انا شخصيا من بين الفيديوهات المفضله عندي، وهو لو رومبليساج دي زونفلوب. بطبيعه الحال لانه رانا في الاول الشهر، وصلتنا لتاي جبدنا هذوك لي بيي ونعمروا لي زونفلوب. كما راكم تشوفوا انا لي زوفلوب ديالي راهم ديجا معمرين. دوك واش غادي ندير معاكم؟ غادي نجبد واش عندي في لي زوفلوب ونعاود نعمروهم اونصول، تو سامبلومون على خاطر انا صافي شحال رانا اليوم، رانا لو 3. انا غادي نبارطاجي معاكم الفيديو لو 4 ان شاء الله، وانا هاد الدراهم كنت جبدت من لو برومي وعملت لي زوفلوب ورحت قضيت شريت هكذا واش كان خاصني من ليدل، فعليها عليها يعني ما غاديش تكون هنايا لا سوم كومبلي، ولكن على كل حال غادي نجبد كامل واش عندي وشاك اونفلوب نهضروا عليها ونشوفوا شحال كونسومين. الانفلوب الاولى اللي نبداو بها وهي الانفلوب اليمونطاسيون. كيما بون نجبدو هنا كامل واش راه عندنا كيما قلنا، ونهضروا على الانفلوب نتاعها. كيما على بالكم راكم عرفتوني عندي 300 يورو. الوغ هاد 200 يورو 100 يورو نتاع 10 ايام الثانيه و 100 يورو نتاع 10 ايام الثالثه غادي نروحو ديريكتومون نديروها هنايا في اخر الكلاسيور. هادو نخليوهم ل 10 ايام الثانيه وال 10 ايام الثالثه. اما 10 ايام الاولى شوفوا شحال باقي لي، 50 يورو ان بيت 5، وهنايا راه عندي 2 1 20. مهم كالكول بيس. الو واش راه غادي ندير هنا؟ رانا عاده في بدايه الشهر، طبيعه الحال الشيء اللي انا شريته ماشي هو اللي غادي يكفيني باش تفوت به كامل 10 ايام الاولى، مع العلم انه كان عاد باقي لي بامال دي بواط دو كونزيرف. الى تعقلوا الشهر اللي فات كنا درنا ان غون تور دو كورس، كنا شرينا بامال دي بواط دو كونزيرف. بطبيعه الحال ما كونسوميتهمش كامل في الموات سبتمبر، مازال باقي لي المواتي اللي كنت شريته. فهاد الشهر بطبيعه الحال غادي نحاول اني نكونسومي هذوك لي بواط اللي راهم باقيين لي، وبطبيعه الحال غادي نشري بامال لي شوز لي ليغوم لي فروي فري الياغور الفروماج مالغري كنت شريت، ولكن بطبيعه الحال منا على ما تكمل 10 ايام الاولى من شهر اكتوبر غادي نزيد نشري. الو واش غادي ندير هاد البيين تاع 5، هاد لي بتيت بيس اللي راهم هنا غادي نحاول اني ما نكونسوميهمش. الحاجه اللي الاولى اللي نبدي بها وهي هاد البيين تاع 50 اورو. علاش يا خواتاتي انا ندير كيما هكت وهاد الطريقه نديرها دائما؟ كي يكون عندي ان بيت 5 ولا هاد لي بيس ما نكونسوميهمش، ونروح للبياسه الكبيره هي اللي نصرفها هكذا باش تكون عاود عندي واحد البياسه نتاع 5 اورو ولا 1 اورو 2 اورو. راكم فاهمين مثلا يكون عندي دي ساشا ما يفوتوش 20 اورو ويردوا ليها كاين بياس نتاع 5، نعاود المره الماجيه تكون باقي لي مثلا 20 اورو و5 اورو، ومثلا نكون رايحه نشري حاجه غير نتاع 4 اورو تولي بلاطو دو ولا سا ديبون. الوغ ما نديش داك 5 ولكن بلوتو ندي 20 اورو هكذا باش نعاود يردوا لي 5 اورو، ونستنى حتى لنهايه 10 ايام الاولى. بطبيعه الحال في هذيك 10 ايام الاولى الا شفت انه ابسولومون لازم نروح نصرف، فبطبيعه الحال هنا لازم عليا نعبي 5 اورو باش نقضي بها، ولكن الا شفت انه صوا باقي لي يعني باش نكمل 10 ايام الاولى بلا ما نحتاج الدراهم، هنايا هذوك لي بيت 5 نكون ربحناهم باش نديرو بهم لو ديفي. كما شفتوني في الموات سبتمبر كان ان بو سيغي، دوكو ما درناش كامل لي بياس، فهاد الشهر نرجعوا للتحديات نتاعنا وان شاء الله نعمروا التحديات نتاعنا. دوكو هنا جيسبر راكم فهمتوني فيما يخص لونفلوب اليمونطاسيون. نروح هادو كاملين نردم لونفلوب اليمونطاسيون باش نكملوا بهم ان شاء الله 10 ايام الاولى من شهر اكتوبر. ما تنساوش خواتاتي انه شهر اكتوبر هنايا عندنا فيه لي فاكونس سكولير، دوكو بوندون لي فاكونس سكولير لاليمونطاسيون غادي نكونسوميو ان بو بلوس. دوكو نحاولوا انه
في العشر ايام الاولى والعشر ايام الثانيه، الى قدرنا هكا نشريو حويجات ونخليوهم هكا باش نفوتوا بهم العشر ايام الاخيره، هكذا يا احسن باش لو بودجي نتاعنا ما نديباسوهاش. دوكو كونوا اذكياء في القضيان نتاعكم، هذه بطبيعه الحال ما حبيتوش ديباسيو لو بودجي نتاعكم. نروحوا لونفلوب الثانيه وهي اونتروتيان. اونتروتيان خواتاتي كيما على بالكم انا عندي 30 اورو، 30 اورو فقط للبرودوي اونتروتيان. هنايا راه باقي لي 20 اورو. كنت ديجا شريت ان غون باك تاع لو بابي تواليت، غادي يبقى لي 2 حتى 3 موا فرانشمون ان غون غون باك كان بروموسيون. زيد شريت لو برودوي لو ليكيد فيسيل تاني كان بروموسيون، كنت شريت زوج بون جوج هكا صغار، هادوك تاني غادي يفوتوا لي 2 موا، كنت شريت من ليدل. وتاني شريت شامبوان، مي جو بونس هذا ما كان مشريت في البرودوي دونتروتيان. دوكو هنا مازال باقي لي 20 اورو. بطبيعه الحال ال 20 اورو مازال باقي لي حوايج نشريهم، مازال باقي لي لو فينيغر بلون، مازال باقي لي لو ليسيف ليكيد باش ليكيد هذاك ليسيف باش نغسل به لي فاتمون. غادي نرجع ليدل ونشري من ليدل، لانه بصراحه هذاك نتاع ليدل انا يعجبني، عندهم واحد الاسم ديالو تلف لي بصراحه، ولكن ان برودوي فريمون با دو تو شير. و القرعه هذيك الكبيره دير ب 3 اورو ولا ان بو بري سا، فريمون با شير. دي فوا يديروا فيها بروموسيون، ولكن حتى كي ما تكونش بروموسيون علي فريمون با شير، فنشريها وتفوت لي شهر شهر ونص سا دي بون. فغادي نرجع نشري البرودوي ليسيف، نشري كما قلت لكم الفينيغ، نشري واش نشري، المهم دوك نشوفوا واش نشريو. مي كوم دابيتود انا 30 اورو دائما في الشهر نكملها، يعني 30 اورو تاع البرودوي دونتروتيان جامي بقى لي منها، على ما الا ما رانيش غلطه انه جامي بقى لي منها، لانه بصراحه يعني 30 اورو ماهيش كبيره، ولكن في نفس الوقت تكفي. علاش؟ لانه ماشي كامل البرودوي نشريهم في نفس الشهر. مثلا كما قلت لكم انا هاد الشهر شريت البابي تواليت ان غون باك، شريت ليكيد فيسيل، البرودوي يعني نتاع باه نغسل به الكسوه مازال باقي لي، ولكن غادي نزيد نشري. فالفات اني غادي نزيد نشري مثلا واحد، معناتها الشهر الجاي سيسور انه ما غاديش نشري، لانه هذا اللي غادي نشري غير باش نكمل به هاد الشهر، وغادي يزيد يبقى لي الشهر الجاي. واش تعني؟ المهم يا طمال لي شوز اللي نشريوهم مثلا هاد الشهر وما نشريوهم الشهر الجاي، كانت تقولي نشريوهم مره ومن على 3 شهور 4 باش حتى نشريوهم، راكم فاهمين. دوكو سي بوغ 30 اورو انا تكفين. نروحوا لونفلوب اللي من بعدها وهي بيبي. دوكو اونفلوب بيبي انا خلاص ما بقى لي فيها والو، كنت شريت الحليب شريت كاع واش خاصني، ما بقى لي فيها والو. دروك نروحوا ليفير ريستو. قبل ما نروحوا ليفير ريستو نروحوا لونفلوب نونو. كما عودتوني لونفلوب نونو في بدايه الشهر نعمره، هذه نخليها لنهايه حتى لغايه نهايه الشهر، هذه بلا ما نهضروا عليها راهي معروفه كاي شهر. نجيو لونفلوب ريستو وليفير بون، نحلوهم ونشوفوا شحال فيهم. هنا عندي 50 اورو في ليفير، وعندي 50 اورو في ريستورون. الو نتوما كيما عودتوني كيما دائما نقول لكم انه ريستو فيها 80 اورو وديفير فيها 80 اورو، ولكن راكم تشوفوا انه عندي غير 50 50. انا واش صرالي كي رحت ندير الحسابات ديالي، لقيت روحي باللي كي درت لو روتري نسيت 50 اورو ما جبتهاش. من بعد رجعت للكونت ديالي سور لابليكاسيون باش نتاكد، لانه شفت انه حاجه راهي تخصني جي با كونتري. رجعت سور لو كونت شفت روحي بلي فينالمون 50 اورو ما جبتهاش. الوغ قلت كيفاش اسكو نرجع نجبد 30 اورو 50 اورو بلوتو ولا ما نجبدهاش وخلاص. المهم من بعديها كي فكرت قلت انا هاد الشهر هذيك ال 50 اورو ما غاديش نجبدها، ولكن ماشي معناتها ما غاديش نكونسوميها، لا بون
مالغري كو انا هنايا كنت ديجا مديت 20 اورو لولدي كيما على بالكم، انا في بدايه الشهر نمد 20 اورو كوم زعما كارجون دو بوش بوم فيس هكا باش يعني يشوف واش يدير بها في الشهر، ما كتبش ماشي كل مره يطلبني، والبقيه ها واش بقى لي. فانا ديسيديت هذيك ال 50 اورو ما غاديش نجبدها، ولكن غادي نشري بها دي شوز كان خاصني من امازون. كنت ديجا كومونديت ان ليفغ لولدي كان يحتاجو، المهم يا دي شوز غادي نشريوهم اون تو ليكيفالون تاعهم 50 اورو. ف سا طون ميو هذيك ال 50 اورو اون ديغي يعني اون ديغي ربي هكذا قال لي ما تجبلهاش هكذا باش لقيتها ديجا في لا بانك. دو توت فاسون كنحتاج بالطا، وشفت روحي باللي غادي ندير هذيك لاشا غادي نعاود ندي دراهم من ديفير ونعاود نديرهم في الكونت بونكير نتاعي ونشري بها، راكم فاهمين يعني جي لابيتود، ولكن من الاحسن هكذا كي نسيت ما جبدتاش، جبرت روحي انه طون ميو ما جبدتاش. فهنا عندي 50 50 ما عنديش 80. المهم الحساب راه شويه مخلط لانه ال 50 اورو راه عندي واحد 10 اورو جو سي با منين، سواء في اليمونطاسيون سواء في بيبي والله ما عرفت، المهم راه كاين واحد الخلل. ولكن هذيك ال 50 اورو اللي ما جبدتهاش شغل ماشي غير نتاع ديفير، راني بالك ديت حتى من بيبي ولا اليمونطاسيون والله ما عقلت، نكذب عليكم والله ما عقلت. ايسونسيال اون تو اون تو عندي 50 اورو ناقصه وغادي نستعملها في لي زاشا سيغ انترنيت. فهذا هو التقسيم نتاع هذا الشهر، التقسيم نتاع اكتوبر. ان شاء الله تكون بدايه موفقه، ان شاء الله كما العاده نديروا التحديات، نديروا التوفير، نديروا الادخار، نقتصدوا. ان شاء الله نتوما تانيك هذا الفيديو يكون محفز ليكم باش نتوما تاني ان شاء الله تبديو هذا لو سيستيم. الا راكم عاد ما بديتوهش هو سيستيم صدقوني يعاونكم بزاف باه تجيريو ميو لو بودجي تاعكم. بلا ما نزيدو نطولو اكثر، ديجا رانا هضرنا بزاف، نقولكم شكرا انكم بقيتوا معي لغايه نهايه الفيديو. نمد لكم موعد للفيديو القادم ان شاء الله، غادي كل ما في نهايه العشر ايام نوريكم شحال بقالي. بون لي زاشا اللي كنت شريتهم بصراحه ما كانش عندي الوقت باش نفيلميهم، ولكن دي ساشا يعني مواد غذائيه عادي، ولكن في الايامات القادمه اذا كان عندي الوقت نفيلمي معكم ولما لا. فقولكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.